بالصفحة الأولى لمجلتنا الاجتماعية بلوك نوتس اليوم رح نتعرف مشاهدين على آخر نشاط لتجمع يسوع فرحي، وهو يوم صلاة نهار الأحد 14 نيسان بالفورم دي بيروت، وأكيد هاليوم الصلاة مخصص للشبيبة. تفاصيل أكثر عن هالحدث مع ضيفتنا سابين سويدي. أهلا وسهلا فيك يا سابين. أهلا فيك رولا. حضرتك من اللجنة الإدارية بتجمع يسوع فرحي، وهيدي مش أول مرة بنستقبلكم. تعرفنا عليكم سابقا وعلى مختلف نشاطاتكم يمكن تمتد على مدار السنة. للمشاهدين اللي ما بيعرفوا عن تجمع يسوع فرحي، أعطينا فكرة. تجمع يسوع فرحي هو تجمع للشبيبة، تأسس سنة 1997، كانت ذكرى المئوية الأولى لوفاة سان تيريز دو لانفان جيزو اللي هي شفيعة التجمع. والتجمع هو مثل ما ذكرنا مخصص للشبيبة من عمر 17 ل 35 سنة. هو لقاء بيلتقوا فيه بمرتين بالسنة اللي هن أهم لقاءين، لقاء بجورني سنوية اللي هي مسابقة هلأ ب 14 نيسان، واللقاء الثاني بمخيم صيفي بيلتقوا فيه الشبيبة لحتى يعيشوا وقت صلاة، وقت تسبيح، وقت فرح، وقت لقاء مع الرب، ويكون هيك بديناميكية الشباب. يعني أكيد ضمن تعليم الكنيسة، ضمن تعليم الكتاب المقدس، وهذا الشيء بيساعدهم أنهم يقدروا يعيشوا إيمانهم على قد ما هن بيقدروا وبحبوا أنه يعطوا وينموا هذا الشيء. سابين، يوم صلى للشبيبة نشاط بتقوموا فيه كل سنة بهالوقت، من وقت تأسيسكم يعني من 15 سنة لليوم، كل سنة بتقوموا بيوم صلى للشبيبة، وكل سنة في موضوع مختلف، على أي أساس بتختاروا هالمواضيع؟ بما أنه الكنيسة صارت عم بتحدد كل سنة تام إذا بدك، أو موضوع للسنة، بابا بيحدد هذا الشيء. السنة مثلا هو سنة الماضية كان سنة الكتاب المقدس، السنة هي سنة الإيمان. على هالأساس بنكون نحن عم نتماشى مع تعليم الكنيسة ومنختار مواضيع على أساس هيدا التام، ومنطورها نحن على حاجة الشاب اللبناني. بتطبقوها بلبنان عنا حسب اللي عم نواجهوا عنا بالبلد، أكيد حسب هن شو بحاجة يسمعوا يتعلموا يعيشوا، منخدها نحن لهالتعليم ومنطبقها على منهجنا اللبناني فينا نقول. وبطريقة كمان جان لحتى يكونوا هالأشخاص عم بيلاقوا حالهم بقلب الصلاة، ويتقبلوا الموضوع بطريقة سلسة كمان. أكيد أكيد، هي الصلاة قريبة من الكل فينا، ما بدها يعني، هي الصلاة مش شيء تاني، مش إنه عم نصلي شيء تاني، بالعكس هو نفس الهدف عم نوصل له، نفس الهدف، نفس الغاية بدنا إياها، بس في أوقات طريقة يمكن بتساعد الشخص إنه يقدر يوصل أهون. نعم، هالسنة موضوعكم هو ثابت معك. نعم. وسعينا شوي هالفكرة. ثابت معك هو مستوحى من كلمة الإيمان اللي هي ثبات بالإيمان، إنه هي مثل دعوة من الرب لقلنا إنه إذا تأكيد على إيماننا. أكيد أكيد. هي تأكيد على الإيمان من مخيم الصيف اللي كان نعم أؤمن، خلصناه بنعم أؤمن. السنة فتنا بجورني اللي هي ثابت معك لحتى نكون عم نرجع نشدد على أهمية الثبات على يسوع المسيح، إنه أنا فيني ألمس حضور يسوع المسيح بحياتي بس أثبت فيه بالإيمان. إذا ثبت بالإيمان ربنا بيقول لي إنه إذا عندي إيمان هالقد صغير أنا بقدر أعمل معجزات كتير كبيرة. فمن هون الفكرة إنه أنا فتش على المسيح واتلقط فيه واثبت عليه اللي هو الصخرة اللي قال إنه هو الصخرة تبعنا، ومن هالأساس إنه نقدر ننطلق بحياتنا اللي هي مليانة تعب ومشاكل وصعوبات لنضل ثابتين. وثابت معك إنه إيماننا لازم يكون مرافقنا بكل الأوقات وبكل الأيام، مش بس لما منواجه الصعوبات. مزبوط. الحلو بالإيمان إنه ما بيجي بظروف معينة، هو شيء كونستان ثابت معنا، من هون كمان الثبات بالإيمان، وفينا نلاقيه بكل ظروف حياتنا. الرب موجود بفرحنا، بزعلنا، بتعبنا، بكل الاختبارات اللي منعيشها بحياتنا اللي هي كثيرة هلأ كمان عم بتواجهنا. هالحدث رح يصير نهار الأحد بالفورم دي بيروت من 8:30 الصبح لغاية 6 المساء. مزبوط. يعني نهار طويل. نهار طويل بس مليان، يعني هيك كتير حرزان انه يكون عم ينعاش من اوله لاخره. مشجع الكل انه يكونوا على 8:30 ويبقوا للستة. نهار مقسم ضمن فقرات. رح اعطينا فكره شو بيتضمن هالنهار سابين. اوكي. رح نبلش بيكون في اكيد صلاه الصباح لحتى نبدا نهارنا بالصلاه. من بعدها رح يكون في عنا موضوع تعليمي مع اب انا كتير بحبه، مع الاب نفاع. هون بلشنا نشوف الصور سابين. مزبوط. هو صور التجمعات السابقه، صور التجمع الماضي وصور الويك اند يلي صار سنة الماضي. هون لكن منبلش مع الموضوع، منكفي بالموضوع. موضوع كتير
ديناميك كتير رح يجذب الشبيبة يسمعوا ويتعلموا فيه. من بعده رح يكون في وقت أنيماسيون أكيد وتسبيح. بيرجع في عنا وقت عبادة الإربان، رح يكون الإربان موجود بالفورم دو بيروت، رح يكون كلنا عم نعيش وقت توبة وسجود للإربان. من بعد بيجي عنا الغداء أكيد، في الغداء مؤمن كمان رح يكون مؤمن بالفورم لكل الأشخاص اللي بحبوا إنهم يتغدوا تحت في غداء. من بعدها منكفي بمسرح، لأن معودين كمان بيسافر رح يكون عنا مسرح هادف، قصة من وحي حياة الشباب بتوديهم ليفهموا معاني كتير بعيدة وحلوة. ومن بعد المسرح اكيد مسرح عنا منا تنظيم الشباب والصبايا كله بينتموا للشباب. اكزاكتو، كل اللقاء بيتحضر من لجان العمل. يعني نحن تقريبا في لجنه حوالي 120 شخص، انتم شباب وصبايا تقريبا بين 100-120 اشخاص ملتزمين بيشتغلوا ليحضروا هيدا النهار ويجهزوا. حلو، يعني نشاطات مختلفة ومنوعة مخصصة لكل الأعمار، لأن الأعمار تتراوح بين 17 و35. مزبوط مزبوط. هو يعني كل واحد رح يقدر ياخذ الشيء اللي هو عم بفتش عنه، اذا نازل عم بفتش على جواب اكيد. اصلا مش هيدا مش شغلنا، مش تعبنا، هيدا بركه الرب اللي هي رح تكون عم بتظلل هيدا اللقاء اللي هيدا عم نصلي له. يعني نحن اكيد نشتغل تنحضر، بس كمان بنحضر بالصلاه، وبدعي كل الاشخاص انه عن جد يشاركونا بالصلاه من هلا لحديت ما يخلص اللقاء، لانه لقاء الرب ما بيتوقف على نهار معين، هو كل يوم كل يوم وما بيتحدد بنهار كمان ما بيتحدد بنهار. السنة ورا السنة هالحدث عم بيجذب عدد أكبر من المؤمنين ومن الشباب ومن الصبايا، غير أنه الإيمان بيجمعهم كلهم والصلاة ومحبة يسوع. شو الشعور اللي بتملك هالشباب والصبايا لما بيشوفوا هالعدد الكتير كبير من زملائهم إذا بديك مجتمعين بمكان واحد من أجل هالهدف؟ رولا، في اختبار كتير حلو مع ربنا منعيشه، انه يمكن اول مرة منجي خجولين، بس لما نوصل ونشوف انه كلنا عم نعيش نفس الشيء، كلنا عم نفتش عن نفس الشيء، بيتحرر الانسان من كل القيود اللي يمكن بكون مكبل فيها، وبيعيش بحالة مش هو سببها، هي نعمة الرب اللي كمان بتجي وبتعطيه انه يعيش هذا الوقت بملئه وبفرحه. فمن هون بيظهروا الشباب من اللقاء او الشبيبة من اللقاء وعم بيقولوا انه بليز اعطونا بعد، بليز خلونا نطول، انه حلو طب يلا نبقى بدنا نهار ثاني بدنا نهار ثاني او اي متى المخيم. او دائما في هيدا الشوق انه يرجع. ليش مرة بالسنة؟ يعني تعليقا على اللي قلتي، ليش مرة بالسنة؟ ليش مش لقاء شهري مثلا؟ لقاء شهري نحن عم نشتغل على 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 لقاءات شهرية بس ضمن اللجان. هيدا اللقاء بيطلب كتير تحضير، بيطلب كتير سبونسرز، بيطلب انت بتعرفي قديش ايفنت بهالضخامة مكلف، وهي مشاركة مجانية يعني مشاركة لا في كوتيزاسيون على الباب. نعم. اكيد الشباب اللي تيساهموا معنا، لانه صدقيني في تكاليف، لكن اكيد شيء رمزي، شيء رمزي اللي هو 5000 ليرة رح تكون على الانترنس. بس تكاليف اللقاء كتير كبيرة، في كتير تعب ليتحضر هيك عمل، وفي كتير لأنه عم بيتحضر بصلة معينة، يعني التام بياخد وقت، الموضوع بياخد وقت، كل شغلة بشغلتها من 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 محص فيها مثل ما بيقولوا على الآخر لحتى تطلع أحسن شيء ممكن فينا نكون عم نطلعه. الرب بيستاهل أحلى شيء. نعم أكيد بده وقت وكل إرادتنا. سابين، وسط صعوبات اليوم اللي عم بيواجهها هالجيل اللي أنتوا بتجمعوه بهاللقاء، شو بياخذوا معهم؟ يعني بشو بيتسلحوا من هاللقاء حتى يقدروا يواجهوا الصعوبات اللي عم بيواجهوها على مختلف الأصعدة إذا بدك؟ كتير حلو قلت شغلة كتير بتلمسني شخصيا لما قلت شو بيتسلحوا. ربنا برسالة مربولوس برسالته بيوضح إنه المسيح بيعطينا سلاح، بيعطينا خوذة خلاص، بيعطينا درع الإيمان، بيعطينا أكثر من وسيلة لحتى نكون عم نواجه فيها العالم، وأهم شيء إنه ما بيتركنا. فولا مرة نحن وحدنا، ولا مرة نحن دائما بس نوصل على موقف نحس انه ما بقى عنا قدرة انه نتحرك، هون بتكون نعمة الرب عم تشتغل فينا. فبقول انه مش بقوتنا ومش بقدرتنا، هي كمان مربولس بقولها، انما بكل كلمة بتخرج من فم الله بتجينا هالقوة، هي نعمته يلي تعطينا انه نواجه تنحل مشاكل اكثر ما فينا ما بنقدر. يعني كل يوم في شيء جديد، كل يوم في شيء اصعب، بس بتخيل يلي مش بتخيل اكيد يلي بعيش بظل نعمة ربنا ما رح يتعطل، ربنا ما بيتركه. حلو كتير كلامك سابين، واكيد عم بتريحي شباب وصبايا كتار عم بيسمعونا اليوم، واوقات بحسوا حالهم مقصرين لانه يمكن ما عم بيقدروا يروحوا على الكنيسه، ما عم بيقدروا يقدسوا، فيمكن بيترددوا قبل ما يشاركوا بهيك حدث. قد ايه مهم لهم انه يتخطوا اذا بدك هالشعور اللي عندهم ويشاركوا بالرغم من التقصير يمكن اللي عم بحسوا فيه؟ هلا انا ماني خوري، بس بتخيل انه ربنا
ربنا بينطر فشخة واحدة منا، ويمكن تكون الفشخة خلال هاللقاء. يمكن هو الهدف من يسوع فرحي، من تجمع يسوع فرحي، مش انه كمان لما سالت السؤال قبل، مش انه نعمل كذا لقاء ونشيل الشبيبه من الكادر الرعوي تبعهم، لا، الهدف انه نعمل لقاء او لقاءين بالسنه يكونوا مثل ركيزه لهالشباب، هيك يرجعوا يعبوا فيها تينطلقوا على رعاياهم، هنيك العمل الحقيقي. يعني نحن ما بهمنا كتجمع انه نعمل كل احد او كل مره بالشهر ونظهر هالشباب من رعاياهم، من خدمتهم اللي لازم يعيشوها ببيئتهم بمجتمعهم الصغير، يعني مطرح ما بيكونوا عن جد كثير مفيدين، انما بالعكس نجيبهم يشرجوا يرجعوا ينطلقوا على الرعيه، وهنيك يكونوا حقيقه عم بيعيشوا هذا الثبات وكل الميسيون اللي هن بدهم يعيشوا. للمزيد من التفاصيل حول تجمع يسوع فرحي في الفيسبوك بيج، مزبوط، جيزي ماجوا، نعم، مرقت على الشاشه. بدنا نحكي شوي عن المخيم اللي بتقوموا فيه كمان كل سنه، خبرينا شوي عنه. المخيم السنة هو إذا مش غلطانة بستة سبعة ثمانة أيلول، لا مش غلطانة، تخيل هيدا هو جمعة سبت أحد، ستة سبعة ثمانة أيلول مبدئيا بمدرسة المهنية ببحر صاف، مثل أغلب السنين، لأنه بحاجة لمكان واسع بساعة تقريبا 1000 شخص بشاركوا. اللقاء كمان بيمتد على 3 ايام، اكيد بيبقى في وقت اكثر للصلاه، وقت اكثر يعني مواضيع اكثر، نشاطات منوعه اكثر. هون بتدعوا الاهالي كمان سابين او بس الشبيبه؟ اجمالا التوجه هو اكثر للشبيبه، بس الحلو اللي وصلنا له انه هالشبيبه اللي بلشت من 15 و16 سنه هلا صارت ام وبي وبتجيب عائلتها، فكتير حلو هذا الاختبار. بالمخيم بتشوفي يعني عيال واغلبهم، الحلو انه اذا حدا كان، اذا مثلا الشاب تجوز صبيه مش من التجمع، بتشوفي الصبيه صارت بالتجمع ومع اصحابها ومع عائلتها ماشيه، هيدي بركه كتير كبيره انه يضاين هيك تجمع بهيك يعني بلشوا 200 شخص بسنه 97، هلا صرنا بنستوعب 1000 شخص نايم، الجورنيات كنا نبلش ب 1200 صرنا 4000. هالمخيم كل سنه بنفس المكان؟ اجمالا ببحر صاف، بالمدرسه المهنيه ببحر صاف، نعم، لانه بتساع منامي هالقد عدد اشخاص يناموا فوق، بيكون مسهل كل سنه عم بزيدوا اكثر واكثر المشاركين. نشكر الله، ان شاء الله بيكون لقاء موفق ومبارك، صلاه مقبوله يا رب، وعقبال كل سنه سابين. ميرسي لك، اهلا وسهلا فيكي. وقفه جديده مشاهدينا ومنكمل.